بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. في الحلقة دي إن شاء الله هنبتدي نركز بقى على التكنولوجيا المتقدمة للدجال، وإزاي هو سبق البشر بحوالي 100 سنة علميا، وهل السبق بتاعه ده هيفضل مستمر على طول ولا هيجي يوم وهنسبق إحنا. إزيك يا دكتور؟ الله يكرمك. أخبار حضرتك إيه؟ في سؤال جاي يا دكتور بعد اذنك او في ذهني دايما، يعني هو انا لو في فلوريدا وعايز اروح له اركب ايه؟ أضحك الله سنك، الله يبارك في أضحك حضرتك. الله سنك. في بسم ناس الله يعني بتسال الرحمن السؤال ده، الرحيم. نركب مثلا يخت، نركب مركب، نركب ايه؟ فقلت لهم وقفوا اول تاكسي يركب يعني. طبق طاير من اللي ايوه جوه. بالظبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا النبي محمد وعلى آل سيدنا النبي محمد. الصلاة والسلام. صلاة نتشرف بها، فنحن الذين نحتاج الصلاة على حضرته وحضرته لا يحتاجها. لأن أضحكني عشان في البداية بقرأ في بعض الكتب، وبكل أسف لبعض اللي هو بيدعوا إن هم علم، يقول لك يعني إن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله تزيده تشريفا. فوالله كده الواحد قلت والنبي. يعني هو الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رؤية. في إحدى هذه الرؤى حضرته صلى الله عليه وسلم والشيخ صالح بيسأله عن صلاة، فقال له: يا صالح، إنما الصلاة علي وعلى آلي تشريف لكم، فقد أغناني الله وآلي عن صلاتكم. ما شاء الله، فإذا إحنا اللي محتاجينها. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا النبي وآله الأطهار. هو ايه الفارق عننا في التكنولوجيا بتاعته؟ ايه العلوم المميز بها قوي يعني؟ المميز جدا علوم الفيزياء. تمام. وانا قلت لحضرتك وفي كتاب احضاره اللي هو بدايات كتبي نبهت على علم الفيزياء ان ده اخطر العلوم على الاطلاق في التعامل مع الطبيعه. هو اسمه الحقيقي على فكره ما درسناه في ثانوي كان بيسموه الطبيعه. يعني علوم الطبيعيات حواليك. طبعا غير الاحياء، ولو انها تدخل في الطبيعه. تمام. بس يعني في التقسيمه العلميه في علم الاحياء وفي علم الطبيعه. فعلم الطبيعه متعلق بكل شيء حولك. تمام. سواء الطبقات الهواء الجوي، سواء الارض، سواء الطاقه اللي موجوده في الارض، حضرتك الطاقه الظاهره، الطاقه الخفيه، الميه، اسرارها. كل عنصر من عناصر المعادن والوزن الذري ليه وايه المفاعيل بتاعته. هو حضرتك مصر القديمة كانت مبدعة في العلوم وكانت تعرف خصائص المواد. تمام. يعني وقلت لسيادتك قبل كده يا ريت أي حد عايز يعرف في أسرار مصر الفرعونية يعود إلى ألفريد لوكاس. ألفريد لوكاس اللي هو كتاب المواد والصناعات المصرية القديمة. تمام. هتلاقي عجائب لما تقرأه، هتجد عجب العجب المصري إزاي كان بيتعامل مع المعادن وعارفها. بحضرتك تمام. حتى مع عناصر الطبيعه، حتى مع الخشب، مع تصنيفه، مع الزهور، مع العطور. بحضرتك فالدجال سبق الدنيا في هذه المساله. ايضا هو مركز على حاجه مهمه جدا في عمليات الخطف. الناس فاكره ان هو بيخطف اي حد. لا 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 لا، في حادث حضرتك مره في قناه النهار كان حصلت الازمه بتاعه الطائره الماليزيه. فانا اتكلمت عليها وقلت لهم مش توقع، قلت لهم دي معلومه. وطبعا الدنيا وقفت، وحتى امريكا وفرنسا كله ساعد في البحث. قلت لهم البحث شهر شهرين ثلاثه هيضطروا للاعلان الى التوقف عن البحث اللي مش شايلين حاجه. فساعتها بيسالوا ايه السبب يعني؟ قلت لهم لانها الطياره اتاخدت. الطياره كان عليها 19 عالم في الالكترونيات. تمام. حضرتك الطياره اتاخدت باللي فيها خلاص، واللي فيها اصلا طبعا لما راحوا تمام لقيوا بافي بقى الجميله. ما اعتقدش ان هم عايزين يرجعوا يعني، لان هم اغلبهم من العناصر دي. فهو بينقي يعني المساله وراها استخبارات والسي اي اي فيها ناس بتبقى عارفه. حضرتك يعني الموساد طبعا، والموساد مش كله، وكذلك حتى السي اي اي مش كله. حضرتك كارتر عرف، ودي بعدين هنبقى نتكلم لما نيجي في حديث الاطباق الطايره، هقول حقائق فيها اضافات جديده مستحدثه عن المساله دي. عرف الحقيقه كلها. فبيركز على نوعية من العلماء تضيف في القلعة بتاعته، في تضيف في المصانع بتاعته، وفي تطوير الآليات بتاعته.
طب انكسار الضوء ده بقى دكتور هو بيخفي القلعة دي ازاي؟ ايوه هو حضرتك حواليها الاساس مجال كهرومغناطيسي، تمام. اللي هو مثلا انك تدخل، لا اه حضرتك عنده اجهزه تشويش اه على جميع الاقمار الصناعيه، وفي مره اطلق قمر امريكي، وده يؤكد لك الولايات المتحده الامريكيه مش قله اللي فيها يعرفوا الحقيقه ايه هي، تمام خبر حضرتك، لرصد المنطقه بتاعت برمودا دي واللي بيحصل فيها. كل الصور بتطلع مشوشه، كل الصور تطلع مشوشه الا صوره مره افلتت بما يشبه ان هنا في حاجه يابسه، صوره واحده. اه هل بقى حصل عطل ساعتها عنده؟ اه خبر حضرتك في شيء ما اتعطل لثواني، اعتقد ان ده اللي حصل قدر الله بقى عشان قدر يتصور. الله عشان يبين هنا فلما قعد مجموعه العلماء يناقشوا الامر، يعني كان المعلومات اللي هي تسبق المنطقه وكل حاجه بالاجماع ان مستحيل يبقى الصوره دي في حاجه غلط، اه يعني وصلوا ان الصوره هي اللي غلط، تمام مش قادرين يصدقوا والباقي مشوش. بينما المفروض الاشاره لما تلاقي الباقي مشوش ده تعرف ان هنا في تكنيك، زي الطيار المصري الحبيب ليا اه طبعا صديق من اصدقاء عمري اللي قال لا انا ساعتها دعيت لك وافتكرته ونزل عليا يا حي يا قيوم برحمتك برحمتك يا استاذ. استغيث. ف طب بالمناسبه بقى يا سياده اللواء الطيار، عشان في ناس احتجت على الكلام ده قبل كده وقالوا ازاي هيطير من مصر لامريكا بالطياره العسكريه. دي المشكلة، بنزل في محطات يعني ايه اللي فيها ما يعني. هو بس عشان نوضح بس يا دكتور، ما انا وعلى عارف فكرة أسئلة ساذجة جدا يعني أنا عندي، انا بريحهم بس يا دكتور والله. طب ما خلوه طار بقى لبرمودا نفسها، بس الجزيرة السياحية حضرتك، يعني أسئلة عارف اللي هو يعني عفوا ايه، لو عايز تصيد أي حاجة يعني هو مش لاقي حاجة، أو زي ما بيقولوا ايه، ما لقيش في الوردة ايه، يبقى الاحمر قالوا له خدين. أحمر الخدين يعني ايه القصة يعني، اللي هو ما فيش مقاتلات حضرتك وبتاخد تمويل في لا ما الجو حضرتك قلت اف كمان. 16، فبيقولوا الاف 16 صندوقها ما يشيلش كل المسافة دي. طب ما هو ماشي ايوه، ما بينزل ده امريكا ما شاء الله يعني القواعد بتاعتها، ده هو منتهى الرحله ان هو نيويورك حضرتك. اكيد في سفن بارجات طب اسمح لي، قالوا له لا لسه هتكمل يعني، ادي بديلك لنا قاعده سريه اللي هو من ناس مصريين معينين اللي يعرفوا، بعض العرب اللي هو بيتمرن اللي هو بيقبله، هو اي حد بيتاخد في فرقه اي حد بيطلع رحله زي دي، لا طبعا ناس معينه. طب ما هم فاجئوا، هو بيقول انا اتفاجئت يعني، حتى اتفاجئ بالمعلومه، هتطير على برمودا فهو ولا طاير. واتفاجئ ان في قاعده سريه كمان، وقالوا له بقى انحرف عن الدايره دي. انحرف عن المجال ده. تمام، فهو دخل. هو دخل مصري بقى راح ايه حضرتك، الموجود يا وبعدين ده من 73، الناس اللي ما بتهبش الناس الموضوع، ما هو نفسه بتخافش. حكى لي بيقول لي والله العظيم يا اخويا محمد حاجه غريبه لاحظناها كمجموعه طيارين مصري، بيقول طبعا احنا كلنا رايحين كلنا بنتمنى وكنا بنصلي لله الشهاده. تمام لان يعلم يعني ايه شهيد حضرتك، تمام بيقول منهم عاطف السادات الله يرحمه عشان يعرفوا السادات اخوه بيعمل ايه. تمام، بقول حاجة غريبة ان كل ما بنيجي نودع بعض لاحظناها، اللي بيرجع سليم مع التتابع ساعة ما بنسلم على بعض، اللي بيروح مننا شهيد بنجد عينيه اتسعت، حدقة عينه اتسع مش طبيعي. فانا بكلمك وانا والله جسمي بيقشعر، ايوه لان ايوه انا يوميها بكينا حضرتك يعني ابكار. فبيشوف العين هيستقبل العالم الاخر، هيستقبل العالم الاخر، هيشوف ملائكه، هيشوف تكريم الله، هيشوف بقى اللي هو مش بقى اصل هترفع هم الحجب. مستنيينك والهبل وبتاعه، وان هو رايح للمهمه دي يعني مش معقول يعني. هو بيسلم على عاطف السادات الله يرحمه نفس الامر، قال له يعني التسعه دي الحدقتين اتساع مش طبيعي، بيقول كل واحد فينا اللي بيروح ولا يعود للدنيا كنا نلاقي اتساع العين. العين بتتهيأ. تمام. طيب انكسار الضوء برضه يا دكتور، عشان نشرحه هو ايه التكنيك اللي بيستخدمه بالظبط. نيجي في امر مهم انا قلت هبقى اشرحه بخصوص ديفيد كوبرفيلد، لان المساله دي هيعملها وهو ماشي فيها، يمكن اللي عطل الدنيا بعد لما شاء الله ان العبد لله يكشف الحقيقه دي. تمام. ان هو كان ماشي معتمد قاعده الخفاء، ما حدش يحس بيها، زي الافعى عماله شغال 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 الى ان شاء الله يجي حد بس من ذريه ادل البيت، ممكن هباء هموشه زي حالاتي، ويروح كشف له شغل القرون ده ادي الخفاء، ودي جننته.
تمام. يعني ليت الدكتور حسن عباس زكي موجود، او في يمكن الاستاذه المهندسه هدى الليثي ناصف بنت الفريق الليثي ناصف كريماته العظيمه ممكن تحكي لكم لمحات يعني، حتى الحوارات اللي كان بيني وبين والدتها كانت ام يعني. تمام. انما في جيل ذهبي راح، في بقايا ما زالوا موجودين، يمكن بتستر على الاسماء لامور اخرى. تمام. لحضرتك يحكوا ايه الشر والجنون اللي اصابه بعد ما اتكشف الامر، وهو كانت صدمه عالميه. امال يعني عفوا اوروبا دعتني وامريكا ليه؟ ما هو بقتش الاف خارج بامريكا، توقعاته خالص. خارج توقعاته خالص، خارج توقعاته بالمطلق ان حد يكشفه، وهو مظبط اجهزه الاستخبارات العالميه ومظبط الميديا ومظبط كله خفاء او تكتم او سريه، محدش يعرف، ممنوع الاقتراب، وفعلا كان بيقرب بيتقتل. صحيح. وهو ده اللي جرى معايا، مش زي الكذابين اللي طلعوا يتكلموا. خد بالك الكلام ده كله هارب دلوقتي بعد ما اتفضحوا، وهو كلهم عملاء يعني. فعفوا حضرتك، اللي يواجه لا بيواجه، ما بيخافش، مش بيتهرب. هو سيادتك قاعدة تأيين الهواء يعني ايه؟ وده شغل لا، انكسار الضوء الاول. ما هو بكسر الضوء، ما هو بتأيين الهواء. تمام. حضرتك بأوجد جهاز يعمل إشعاع أثقل من الإضاءة دي، وده عادة يستخدمه في الليل أكثر من النهار. يعني يستطيع في الليل بالذات مع الأضواء الكشافات والكلام اللي هو الأضواء الصناعية، مع نور الشمس بيبقى إشكالية، وأنا أعتقد إن هو بيطور حاجة حاليًا لده. اللي هو بقى للنهار أتعامل معاه إزاي؟ إيه اللي حصل سيادتك يوم ما بدأت إن أنا أكشف ديفيد كوبرفيلد؟ ديفيد كوبرفيلد حضرتك كان بيقدم في الإعلام العربي والمصري هنا والأوروبي والأمريكي إن هو يعني شبه نصف إله. في حوالي نصف مليون أمريكي أو مليون حسب الأعداد وصلت، هم عبدوه إن هو في حاجة إلوهية. البعض عبدوا إن هو في حاجة إلوهية. فهو لما جه حضرتك عمل مجموعة أمور شبه خارقة ملهاش علاقة بسحر. جاء أخفى تمثال الحرية. طبعا أنا كنت بضحك لما ألاقي مذيعات يعني طبعا دي حدودهم يعني ذلك ما بلغهم العلم، يقول لك في الاستوديو والخدع السينما. خدع استوديو يا ستي؟ ده كان في الجاردن في الباركنج هناك وقدام تمثال الحرية، وطيارتين موجودين، طيارتين جوه الاستوديو. يعني شوف السذاجة، أو يعني إيه المستوى اللي بتقدموه للناس ده. فالناس لو انتبهت حضرتك ان هو سائر الحضور راح حاطط ستاره بينهم بين التمثال، بس طيارتين عاملين يحوموا في دايره حوالين التمثال. صحيح. ما اخترقوش الدايره دي خالص، ما اخترقوش المجال بتاع التمثال. تمام. وفضلوا يحوموا. الطيارين نفسهم شايفين التمثال والاضاءات ليليه وكل شيء والكشافات شغاله وكل شيء. لما في جنبه وهو قاعد حضرتك في جنبه جهاز كان على ايديه اليسار. الجهاز ده هو اللي بيطلق إشعاع كثيف يكسر الضوء. يعني يكسر، بيعمل حاجة اسمها تأيين الهواء. حضرتك بيعمل إيه حضرتك؟ لما شال الستارة وهو كان بيطلق الشعاع، الشعاع ده يعدي من الستارة مش ما يعديش، ولما يشيل الستارة تبقى كثافته أقوى. كل الإضاءة اللي نازلة على التمثال حتى الكشافات بتاع الطيران بتعمل عملية التفاف حوالين الجسم، بيكسرها زي يعني ما يكون التأيين ده، عارف عمليه زي واحد بيلون الهواء. تمام. حاجه بيديله من نفس اللون يعني، بس نقدر نقول ان شعاع الضوء بيعمل يوتيرن ويرجع تاني. بالظبط. شعاع كثيف بيخلي الاضاءه اللي نازله عن الجسم، ما هو انت العين غير مبصره بذاتها، حضرتك لو طفيت النور تقعد فتره ما انتش شايف. لازم العين يا بتبصر نور منبعث من جسم او نور ساقط على جسم. صحيح. فهو بيلعب باللعبه دي، يعني خدعه للعين بتأيين الهواء، مش سحر هنا، مش سحر ولا السيمياء. فبيخلي الضوء اللي نازل عليك يلتف حواليك، ما بيسقطش عليه، لان في حاجه تانية مظللاك، شعاع تاني. تمام. وده علم في الفيزياء رهيب، ويقدر يعمل بيه خوارق حضرتك. فاي حد بيبص على التمثال ساعتها بيختفي التمثال، ما بيشوفوش. هو مدي تنبيه للطيارين ما تنخدعوش، اوعى حد يتجنن ويروح داخل في مجال التمثال، الطياره هتنفجر. التمثال ده ضخم، ناطحه سحاب يعني، حاجه رهيبه، ولانه كان جاي لمصر. هو السرقه المعتاده يعني. فبكل اسف الناس لدرجه تشوف المشاعر التعبيرات على وشوشهم يعني، واو، بقت عمليه جنونيه. اللعبه كلها حضرتك في الجهاز اللي هو جنبه.
الجهاز ده مين اللي اداهوله؟ أكيد التاني. هقول لك ليه الدليل. الوحيد اللي عمل حلقة جوه برمودا، وكتف الوحيد نفسه ورمى نفسه في المية. الوحيد اللي عمل حلقة داخل دايرة برمودا الممنوع الاقتراب فيها. صحيح. طبعا انا اكتشفت ان هو مجال كهرومغناطيسي دائري بحجم مش مثلث، وصلحتها في كتاب اسمه اليهودي التائه سر دائرة برمودا. انا اعطيت حضرتك نسخة منه ايوه تقريبا. صحيح. تمام. لعبة تأيين الهوى هي القاعدة الأساسية اللي يلعب، اللي هو القاعدة اللي هيستخدمها برضه يوم ما يجي يقتل الغلام ومش هيقتله، عشان الشيوخ بس اللي وقعوا في حتة إن هو قادر بقى يحيي ويموت، ولا يقدر يعمل حاجة، ولا يقدر يعمل أي حاجة في أي مخلوق إلا بإذن الله. لما ربنا يموت هيموت، بس مش عارف يحيي. حضرتك مش هيقدر يحيي. تمام. فهنا نفس اللعبة. لما جاء حضرتك في صحيح مسلم بيتكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تكنيك غريب هيستخدمه، لما قال لك ان هو ياتي بالشاب ده او غيره فيوشره بالمنشار، وفي قراءه بالمشار، تمام. منشار ينشره نصين. طب هو ديفيد كوبرفيلد عمل ايه؟ عمل كده. ما عمل كده، وعمل بمنشار كهربائي كمان عشان يعني يضمن انا قطعت نفسي. ماشي. هنا بقى لعبه سميه، هنا لعبه تأيين الهوى، انت مش شايف الحقيقه ايه حضرتك. طب ويقدر. والهولوجرام دور، نعم الهولوجرام دوره ايه في الموضوع ده؟ نفس المسألة، ما هو بيغطي شيء يا إما بيركب شيء على الهولوجرام. اه أنا أقدر يعني، أنا شرحت المسألة دي وكنت بفضل الله أسجد لله لأن في حرامي ربنا ينتقم منه راح سارق. شيخ الشيخ محمد الغزالي حياني قال إن هو أول واحد إداني خيط إن هو عبقري، لكن ما اشتغلش الشغل بتاعي، لكن حياني بعدها. وأول ريبورتاج عملته في حياتي في الأخبار كان مع شيخ الشيخ محمد الغزالي، واللي يرجع لأرشيف الأخبار هيلاقي ده خبر حضرتك. فانا قلت ان هو رجل بيشتغل بالعلم اكثر من السحر. فاتكلمت على حته الجنه والنار اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم ان معه جنه ونار، عشان الناس فاكره ان جنه ونار حقيقي. لا لا، ده كله هولوجرام. والنهارده اصبحت مكشوفه. انا اقدر حضرتك اعمل لك بعد، وشرحتها قبل ان يشرحها احد، وقبل صحيح. ما يمضي مشروع الهولوجرام وينتشر في العالم كله. صحيح. شرحت ان يقدر يدخلك على مكان وانت شايف فيه حور، وهم ما فيش حوض، ما فيش حوض اقول له ما كلام فيش اي حاجه. هو شايف الغزلان اللي بترتع والمياه اللي عماله شلالات بتصب. شرحت كل هذا حضرتك. اتسرق ده حضرتك حاجات يعني، يعني والله العظيم يعني ادعوا لي، انا عايز امشي من هذه الامه، انا عايز امشي من هذه الأمة. مش عشان دي بس، لا حاجات كتيره يعني، حاجات كتيره يعني. مللنا مللنا، كفايه بقى. فاللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هيشتغل الهولوجرام، هيشتغل بقاعدة تأيين الهوى خبر حضرتك. أيضا لما تعامل مع سور الصين العظيم خبر حضرتك وقفز عبره، سهل كل ده بالهولوجرام، أقدر أعمل الشغل ده حضرتك، وبتأيين الهواء اقدر اعمل الشغل ده حضرتك. طب دكتور، هو برضه ديفيد كوبرفيلد فيه له مشهد مهم جدا، فجأة بيبقى واقف الوتر. بيطير. لا، هو عملها مرة واحدة في حياته. ما هو ده مشهد شهير قوي له يعني. هو ده عملها مرة واحدة في حياته. حضرتك قلت لحضرتك وقتها انا كنت بحاضر في سويسرا. ده عشان نكشف بعض الحاجات، لسه هيتقال للناس حاجات بإذن الله يعني، انا بخلصها وبأمنها لناس يعني بإذن الله. فألقيت محاضرة، كان هو أعلن إن هو هيجي. هيجي سويسرا. هيجي سويسرا. فأنا وبدأوا حتى يعني مش من عادة السويسريين إن توضع ملصقات لحد ما هما زي الشعوب العربية. بس ده مش انتخاب حضرتك، ولا عندهم في انتخابات الكلام ده. إن تتلزق صور على الجدران. لا لا لا، مفيش كلام ده. لا، اخترق هذا القانون، خلي بالك. اخترق هذا القانون. وبقت صوره في كل مكان. تمشي تلاقي ديفيد هنا، ديفيد هنا، ديفيد هنا، ديفيد هنا، كوبرفيلد هنا، كوبرفيلد هنا، كوبرفيلد فوق، كوبرفيلد تحت، كوبرفيلد على الحيطه، كوبرفيلد تحت، يعني في كل مكان. بس في حاجه، الصوره اللي كانت بتتحط اينما حضرتك نظرت لها تحس انه بيبص لك. وحضرتك ودي عليها شهود احياء. تمام. مصريين وعرب وسويسريين والمان، يعني شهود موجودين. اينما سرت تبص له تحس ان هو بيبص لك صوره مش طبيعيه. فانا انتظرته يعني، قررت ان انا احضر الحفل ده فاجل المعلومه اللي هي اليقينيه، وتاجل بدل الاسبوع اسبوعين ثم شهر. انا عندي الف حاجه، فمشيت
قررت ان انا امشي. فين؟ قالوا لي ان هو جه جو ونفذ الحفله بتاعته وما قعدش كتير، هم حوالي 72 ساعه اللي قعدوا. طب كان بيطير ازاي برضه؟ ما انا هحكي لك. اه لان قعدت مع الناس اللي راحوا، ما في تمام ناس راحت، ما لنا رجاله في كل حته يا تمام هيصه. فواحد بيقول لي الاول على المسرح طبعا لعب باللعب الحيه اللي هي الاعتياديه، اه اللي هي بقى خفه اليد والصندوق اللي بقى من تحت وكلام من ده. اه قال بس عمل حركه، راح رافع نفسه ايه من غير حاجه. على طول متى انت تعمل كده يبقى حاجه من اتنين، يا انت معاك الحذاء اللي هو بيتعامل مع الجاذبيه ودي لعبه الدجال في الاطباق الطايره بقى حضرتك، يا اما معاك جن يعني خدمه جن ترفعك، اه لان دي اتعملت في واحد عشان يعني كان ساحر عظيم والعياذ بالله، ساحر ابنه كان عايز يولع فيه سيادتك، وكان الميثاق اللي بينه وبين الشياطين دي ان هو يجيبوا له مال الدنيا، ها هنغنيك قوي طبعا هنخليك اغنى واحد، اه ف وبعد لو جرى له حاجه هنخليه ولي، الناس تعمل لك مقام. طبعا ده ملوش علاقه بالمقامات الاوليه تمام الحقيقيين، تمام. فعلا النعش طار، النعش طار، وبدات الناس تفتكر فيه كرامه لولا ابنه اللي راح كشف الحقيقه، واضطر ان يجبر امه اللي هي زوجه الراجل تعترف اه ان ياما نجس المصحف حضرتك، وياما نجس اسماء لله سبحانه وتعالى ارضاء للشيطان والعياذ بالله. فهنا معاه شيطان بيخدمه. انا اتكلمت وقتها معاه اربعه مش واحد، ومسخرين له اللي هي تسخيرات الدجال بقى، عشان الناس بيقولي الشياطين تعمل كل ده، مش الشيطان ما يقدرش يعمل كل حاجه، انما يعمل الخدعه دي سهل جدا ان هو يشيل واحد. فواحد بيقول لي انا يعني اتخذت من المشاهد، بس لما جه بقى ايه يبدا الحيل، قال انا الحكايه دي ما انتبهت لهاش في الاول الحيل، قعدت قرأت الكرسي قرأت الكرسي بس مش شايف في حاجه. قلت له ان هو هنا بيتعامل بعلم في المسائل بقى اللي هي بيقطع فيها نفسه وبيعمل فيها اه نفسه، هنا بقى الحيل اللي هي ما لو قريت القران كله مش عامل حل، لان ده علم واحد بيتعامل بالعلم اه حضرتك، انما في مساله علم مادي الطيران كوني علم طبعا، ما زي تأيين الهواء اه حضرتك، فده انت ترده بالعلم، انت تمام معاك حاجه تكسر ده هيبوظ القاعده هتنكشف في ساعتها. فقلت له سيادتك لو هو معاه جن بقى، قال لي ما دي كانت اخر حاجه ده عملها كده ان هو بيهيئ نفسه للي بعد، لانه كان بينهي الحلقه. قال اه انا كنت يعني ايه تعبت من القرايه. فقال انا كنت تعبت بقى وبدات خلاص اندمج في شغل وخلاص، اه وبدات افهم ان في حاجه انا مش فاهمها، اه لان مش ممكن اذا كان ده شيطان وهيقعد. قلت له طبعا، فشرحت له هو عمل ايه، اللي كان يقول لي عمل كذا بقيت اشرح له بالظبط هو عمل ايه. اه قال فخلاص كان بينهي العرض فراح رافع نفسه بقى. قال ساعتها انا كنت توقفت عن القراءه. قلت له هنا بقى لو كنت قريت سيادتك كان وقع ممكن تلاقيه يقع خبر حضرتك. فقال الخطير بقى ناس تانية قالوا لي ده جه بره وقال لهم طب انا هستأذنكم بقى، لان الناس لمت حواليه اروح وطبعا ناس الاوتيل مبهورة، قال لهم عن هروح الفندق بتاعي، فراح طاير. قلت لهم هنا بقى يا جماعة حد كان يقرأ، هنا حد كان يقرأ ويقرأ بصوت عالي ويركز جدا خبر حضرتك، لا هينزل، هتلاقي زي اللي خد اسهم بيروح واقع، ودي حصلت مع سحرة كتير على فكرة يعني. القصة حضرتك قصة علم أكثر منه سحر، السحر ساعات السحر والعلم ساعات العلم. تمام هنا قيمة كوبر فيلد بالذات، عشان في ناس فاكرة تقول لك طب ما في سحرة جم كتير بعد كده، دول سحرة بيشغلوا كده بس ما خدوش صك زي اللي خدوه، وطبعا هيطلع ناس مش هيطلع، تمام إنما فعلا في أمريكان عبدوه وظنوا إن في نسبة ألوهية حضرتك. في طيب. حاجة بقى حضرتك، إن وقتها اضطريت احاضر مركز الشيخ زايد ومجموعه مراكز، وكتبت بعض الاشياء، وجت تلفزيون الالماني صور وشرحت للناس اللي حصل بالظبط ايه. خبر حضرتك الصدمه انه كان وقتها خاطب كلاوديا شيفرز، انا مش هتكلم اساله ليه باظت الجوازه، بس ليه لازم تساله في سويسرا وفي المانيا مفيش مانع. طب ما حضرتك تقول لنا، طب ما هو اصل في ناس هطله، لا اصل كل حاجه بقى هيتكلم، انا مش عايز اعلق. يدوروا كلاوديا شيفرز لما قرات
آراء محمد عيسى داود إيه، تمام، وخافت، تمام، يدوروا ليه تراجعت عن الزواج، بينما هو كان بيتاجر بيها يعني على قدر شهرته. ده هو كان حلم حياته يعني، انا كانت يعني الحريه يعني. طب التحدي اللي دار بينكم بقى، بين حضرتك وبينه بسبب الهرم؟ التحدي بعت له رساله من خلال صحيفه، ان هو قال وهو ماشي انا هروح مصر، هروح مصر وهقفل الهرم. لو كان في دعايه في مصر كده. ما سيادتك عفوا، انا كنت بره مصر الفترات دي. فبعت له الرساله ووصلت طبعا، ان انا بتحداه يدخل مطار القاهرة الجوي. والإضمار ده في عقله، كلمة الإضمار في العلم اللي هو ضميره إيه، اللي هو مخبيه حتى يعني، بس هو داخل مخه بيفكر أنا هعمل إيه يعني، هتعمل زي سور الصين العظيم، هتعمل زي تمثال الحرية. فتحديته، تحديته تحدي سويسريين شهود عليه، وألمان شهود عليه، وصحف شهود عليه، ومركز الشيخ زايد شاهد عليه، وغيره من المراكز العلمية شاهد على هذه الواقعة. تمام، خبر حضرتك. طيب ما جاش مصر ليه؟ عايزين نعرف بقى. ما هو السؤال اللي أنا اللي بطرحه، ما جاش مصر ليه؟ هو خاف من التحدي، ما هو خاف من التحدي وخاف من الحقيقة. لأن قطعا صاحبه اللي مشغله قال له لا، ده هنا فعلا فيه للهرم حرس. في هنا دايره روحانيه، على الرغم ان كان في ترويج كبير في مصر للموضوع ده. بكل اسف التفاهه والهيافه، الاعلام المصري تبنى الموضوع، الاعلام اللي متدمر الضايع. وما هو اسوأ شيء، شوف حضرتك لما حبوا يهدموا الاتحاد السوفيتي، بيسالوا واحد كده من الكي جي بي اللي كان من العملاء، قال له العمليه يعني دمر الاتحاد السوفيتي ازاي؟ قال له موضوع سهل جدا يعني، بقينا نحط الراجل المناسب بكسر الميم في المكان المناسب، والراجل المناسب بضم الميم في المكان اي حاجه يعني. فخلاص الدوله لازم تقع حضرتك، فوضع طبيعي. تمام، مش عايز افتح الملف ده يعني. تمام. طب دكتور، ايه هو علمه في الاندماج النووي يعني؟ لا عارف كل حاجة حضرتك، هيستخدمه طبعا. ممكن ممكن، بس خلي بال حضرتك، انا دايما اقول يا جماعة مقادير الله يعني. وهو ما كانش من ورا تجربة يعني الذري حضرتك في هيروشيما وناجازاكي؟ اكيد لا طبعا. من ورا المسألة دي، بس مشيئة الله شاءت، مشيئة الله هنا. لكن هل هو يقدر ان هو يعمل مشروع اللي هو تدمير البشرية والنصب بتاع جورجيا والكلام ده؟ لا لا لا، مفيش كلام ده، مستحيل. واللي عمالين يروجوا برضه للشيطان ان الشياطين قادره على خطف الاجنه وخطف مش عارف الكلام ده، حسبي الله في اللي يقول كده، والله العظيم ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني 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 اقول لحضرتك ايه، انتوا يعني يريدون ان يترك الله عرشه لشياطينهم وارائهم واهوائهم ودجالهم. شيء رهيب يعني، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتكلم عن المسائل دي حضرتك، ان جعلناه في قرار مكين فقدرنا فنعم القادرون. تتكلموا عن ايه؟ تتكلموا عن ايه؟ بتطلقوا ايد الشيطان كده ليه؟ مجرد احتماء الانسان انه يقول يا رب، ان يقول اعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم، انت لا تدري اي مدفعيه بتشتغل. حضرتك على راي يعني شيوخنا كانوا بيسموها المدفعيه ميم شين، مضاد للشياطين. تمام تمام. حضرتك قلت لي قبل كده ان هو عمل شمس وقمر صناعيين. ماشي، هم في بس مش شمس وقمر اللي هو يعني زي الشمس وقمر ربنا، اضواء اضواء صناعي، بس حاجه على هيئه الشمس، حاجه على هيئه القمر، دي في قلعه من قلاع اللي هي المغلقه. هيعمل بيهم ايه؟ في شعب عنده مشغل ناس في الاماكن دي ما بيطلعهمش. لا السؤال فيهم. طب السؤال، هل الشمس والقمر الصناعي دول هيبقى ليهم دور في خروج لا الاخير؟ لا 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 لا، يوم كسنه يوم كشهر. انا كنت بتكلم على قلعته حضرتك، انما عشان يعمل ده على المستوى اللي هو الرباني، لا لا لا، دي قصه اخرى. طب ما هو دلوقتي الصين اعلنت السنه اللي فاتت ان هي عملت شمس صناعي. طب ما تورينا. 6 أضعاف الشمس الطبيعيه. ما تورينا. كلام الدعايه. بص حضرتك، 99% من اللي بيبث حضرتك ده كذب. وفي اشياء يعني زي لما تكلموا مثلا برضو عن الفضائيين والحاجات اللي ردنا عليها ونسفناها دي، فنسبوا مرة ان اوباما بيقول بوتين ده في غزو فضائي جاي، وجايبين ان بوتين قال ومدفيديف لا طبعا. حضرتك عفوا القنصل الروسي هنا كنت اعرفه، يعني كنت ببحث في حاجة كده ولقيت واحد بيخبط عليا مش عارف انا اتكلم روسي،
واغلب كان الستات الموجوده في المكتبه مش عارفه اتفاهم معاهم، ما بيتكلموش حتى انجلش. فلقيته بيكلمني بالعربي الفصيح، وافتكرته الاول من لبنان من سوريا الشكل نفسه يعني. قال لي لا انا درست اللغه العربيه وادرس التاريخ الاسلامي وانا القنصل، واتعرفنا. تمام. فبقت بينا صداقه، فسالته على الحكايه دي. وكان ليا زميلتين في البريتش كاونسل، واحده اسمها مدينه عشان اتولدت في المدينه المنوره الروسيه ما شاء الله، وبنت اسمها فلادا من اوكرانيا، فبرضه بقينا نضحك ونهرج. لكن بوتين رد وحش على اوباما يعني. مش عايز اقوله. طيب دكتور، قبل ما نبدا في الاطباق الطائره، انا حابب نحسم امر معين كده، وهو الفضائيين بقى والرماديين والارديين والناس الغريبه دي. حضرتك انا اللي عايز اتكلم فيه حاجتين: ازاي ده بيتصنع اللي هو الدومه دي، ويعني حضرتك قلت لنا ان انت هتقول لنا بالتفصيل ازاي الماده اللي بتصنع منها، ازاي بمراحل التصنيع الكلام ده كله، وطبعا هو مركزها يعني، هي كل ده بيطلع من عنده هو، مظبوط كده؟ يعني الحوادث اللي تم فيها تسجيل ما يسمى بالفضائيين او الرماديين دول، مش هو بس السي اي اي حضرتك بتصنع الحاجات دي دلوقتي، وانا قلت لسيادتك كتبت حذاره ان هوليود هي اختراعه، ودي برضو من فرضات العبد لله، وقلت لحضرتك ان في بعض المسلسلات والافلام زي بالذات افلام لجيمس بوند بيعلن عن نفسه بوضوح، الراجل اللي بيحكم الكره الارضيه من الميه. تمام. وحضرتك واحيان يجيبوه بعين واحده، واحيان يجيبوه ظهره فقط ومعاه القط اللي بيدعمه. خبر سيادتك، فهنا في تفاصيل هقولها في موضوع الاطباق الطايره، لازم انسف القصه دي واجيبها من جذورها، ان الناس دي دجاله وكذابه، واللي بيروج هو راجل يبقى الشيطان قاعد معشش في دماغه. وحك، لكن هنقول حاجه سريعه. اتفضل. اول حاجه حضرتك تامل كل الافلام، كل الافلام اللي بتبث عن ان دول رماديين او دول فضائيين، هتلاقيهم عروسه واحده يعني تيبيكال، هي اسطمبه واحده، اسطمبه واحده. وحك، بداوا يغيروا شويه لما بدانا نكشف الكلام ده، لما انا بدات اتكلم واقول ان القصه كلها دومه سيادتك. لكن حتى التغيير اللي بيعملوه بيبدا الشغل بمسكات، بلبس ماسك، والكلام ده هشرحه في الاطباق الطايره، في حوادث متوثقه حقيقي. نفس اللي هم كانوا مخدوعين بقيت يقولوا يعني احنا مترددين نقول بشر اشباه بشر، ده بيتكلم انجليزي احسن مني. والتاني يقول له ده احنا تعبنا 4 سنين على ما اتعلمنا الانجليزي، يبقى كده احنا انجزنا. وبعدين احنا بس بندور على ان نجد ناس تفهم الرساله بتاعتنا ايه هي، اللي هي رساله بافي. اللي هي هتبقى رساله بافي، اللي هي بدأ تنتشر الشذوذ والفضائح اللي عماله تتعمل واخذ البشريه لشيء معين، ما هي دي الرساله بتاعت الفضائيين. طب دكتور، في سنه 73 شخص طلع في فرنسا وادعى ان هو كان مش عارف مسافر رايح فين كده، وفجاه لقى في طبق طاير، طبق الطاير ده نزل له وخدوه جوه الطبق الطاير ده، وقالوا له احنا شعب جاي لك من بره، هو اللي هو الرائيليين. الرائيليين، رائيل. ورائيل ده دلوقتي بقى ليه سفارات حول العالم، يعني في منها سفارات في الدول العربيه. ايه بقى قصه الرائيلين، وايه علاقتهم بالرماديين؟ هنفصل في موضوع الاطباق، لكن حدي برضه نبذه سريعه. تمام. رائيل ده حضرتك ده راجل بيدعي ان هو جاي عشان تمهيد للمسيح صراحه كده. تمام. وان المسيح جاي في طبق طائر. امتى ظهر رائيل؟ 73. اوكي. تمام. لا 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 لا، حضرتك رائيل بدا فكره الطبق الطائر اللي جاي في طبق طائر بعد كتاب حذاره بما فيش سنتين. تمام. قبل كده ما فيش حضرتك حاجه عن رائيل غير الدعايات بتاعته ان هو في سكان كواكب اخرى، نفس الوضع اللي كانت السي اي اي بتغطي عليه، نفس الوضع لترومان نفسه، لان كان عارف طبعا بس لولا المظاهرات ومحاوله سحب الثقه منه خليته يقول لا هي من كواكب تانية، في اطباق طايره، بعد ما كان بينكر بس هي من كواكب تانية. كل الشغل قبل محمد عيسى داوود ان هي من كواكب تانية، وقع فيها انيس منصور ورديت عليه. قلت سيادتك اديته كتاب يد بيد لما كنا في حفله للسفاره السعوديه، بعدها بنرفز وراح كاتب 9 مقالات، رحت انا رادد عليه طبعا مش بنرفزه لان واثق من علمي، وقلنا ايدني كل قاده مصر، حتى الدكتور حسن عباس زكي قال لي سيبك منه بالحرف كده، الاستاذ مصطفى حسين نفسه يعني مش عايز اقول لك تعليقه يعني كان له تعليقات يعني
مش حلو حضرتك. فكله نصب يعني، كله نصب وترويج. وبعدين ما هو دور الاصل ايه؟ دور الاصل ايه؟ هي نفس الفكره، هي نفس الفكره، نفس الرجاله، نفس الطريقه، نفس النساء، كلهم كل دول دور في اصولهم ودور في اديانهم. ده ان وجدت دين يعني. لا ما هو الله يعني، وطبعا ما فيش مانع من استخدام القران والسنه، بس كده حاجه بس ما بنعرفش نقراها يعني. لا هو اصل لو قلت له سمع ايه هيطلع يعمل زي اللي عملت يعني التأتأة، وبعد كده حبر الامه، وبعد كده نقول ده مسلمين ازاي دول ماسون؟ هو الماسوني هيطلع يقول لك انا ماسوني؟ لا طبعا. هو الشيطان نفسه حضرتك، عفوا، ابليس احيانا لما بيجي البني ادم بيتعامل معاه لو متدين من جنس فكره. صح. يعني ممكن حضرتك تبقى سهران تعبان شقيان وتيجي تقول انا هكمل لصلاه الفجر واعمل ذكر بعد الفجر وبعدين انام لي شويه، تلاقي كده حد حواليك وعمال يلح يا اخي ده سيدنا محمد بيقول ان لبدنك عليك حقا، انت ساعه وتقوم وتعمل ذكر كمان بعدها، تلاقي نفسك نمت ساعه تصحى الساعه 11 الظهر. فهو عمر الشياطين ما هتجي لك الا من جنس تفكيرك. صحيح. تمام. هيجي لك بايه بايتين بس، قول له كده امسك المصحف، مش هيعرف، هيتوتر. ده حتى هو لما جه اقنع بني اسرائيل عشان ياخدوا الذهب قال لهم عشان تكفروا عن اذنكم. اقسم بالله في ناس لا بتصلي ولا بتركع ولا بتصوم ولا بتعملها، وان تطلع تقول لك ايتين بحديثين بتاعه، ومنهم ناس حتى كانوا كبار في مصر حضرتك ولا يعرف حاجه اسمها شهر رمضان حتى، وبعد كده يكلمك بالقران والسنه. وعمر بن الخطاب والعدل. الله، تحتار في الناس دي. عراي الشيخ عبد الحميد كشك، الله، هو يوم نتكلم عن صوفيا لورين وساديها عامل ايه، واليوم التاني عن سيدنا علي ايه يا محمد بيه. تمام. فيعني النصب على الناس بالدين، او ان انا اطلع، وهتلاقي اللي بيدافعوا بقى اللي هو المرتزقه اللي من حوالين ده او عملاء يعني. تمام. وراهم قصه يعني. تمام. طيب يعني مش هناخد برضو اسم المادة من اللي بتصنع كلها حاجات بلاستيكية يا محمد بيه، لدائن. لدائن، لدائن، مواد بلاستيكية. طب وانا ساعات منهم في منهم ساعات بيتحرك، ما ده ما اسهلها. ماشي، اقول لسيادتك عايزين برضو نوضح للناس يعني، هنوضح للناس. واحنا صبيان يعني كنا اطفال، اطفال يعني ابتدائي حتى، روسيا اشتركت بجناح في المعرض الصناعي. تمام. فورونا بني ادم نايم بيتنفس. كلنا قعدنا قدامه بني ادم، التنفس اللي هو نفس تنظيمه القلب. فانت بتكلمني، طب ما في الروبوت صوفيا دلوقتي. تمام. ومدين له الجنسيه. لا ما شاء الله على الامه العربيه، الانجازات العملاقه خبر حضرتك. للاسف احنا الامه الوحيده ذات جنسيه. ما شاء الله يعني. يا أمة معطاءة، معطاءة والله العظيم. احنا أمام سيدنا النبي يا ويل هذه الأمة إن لم تفق وتدرك نفسها. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمته مش تبقى بديل الأمم، حاشا. تمام. دي أمة أسياد، أمة قادة حضرتك. فاللي عايز إن هو يبقى في الذيل خليه في الذيل يعني. فهي كلها لدائن سيادتك يعني. شوف أنا بكلمك عن أشياء بسيطة. على فكرة بقى الدجال بيطور أكتر يعني، مطور من ده أكتر، وممكن روبوت يتكلم وتقول له روح اعمل لي قهوه وشاي كمان، ايه اللي فيها يعني؟ ولسه بقى اللي هو الاجابه على السؤال بتاع حضرتك، بس دي هنفصلها سيدنا المهدي. ان حضره سيدنا الامام المهدي لما ينكشف علوم آل البيت الحقيقيه وتشوفوا الشفرات اللي جوه القران وعلوم الفيزياء والطبيعه والاحياء والكيمياء خبر حضرتك يعني. هو جابر بن حيان ده تلميذ مين؟ ما تلميذ سيدنا جعفر الصادق. تمام. انا بقول المفروض كنت تسموا الـ 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 العلوم زي علم الجبر كمان حضرتك، مثلا بيسموه علم الجبر من جابر بن حيان برضه من العلوم اللي اتعلمها. انا اقول كنت تسموه صادقيان على اسم سيد جعفر الصادق للحقيق، لان هو قال لك اللي علمني سيدنا جعفر الصادق، لكن يدارى ما دام من آل البيت. لا نحطامه، نقدم يزيد، نقدم معاويه، لكن الا آل البيت. هي الحرب كده. ولذلك يا ويل هذه الأمة طول ما هي سايبة مركب آل البيت. طيب. ويا ويل اللي يبقى القادة بتوعهم هم بتوع الناس ديت. ما خلاص إلى غرق وإلى هلاك زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فعفوا سيادتك، ما أسهل إن أنت تعمل الأشياء دي. هيجي سيدنا الإمام المهدي بعلوم نفس الدجال هيفتن، نفس الدجال هيفتن. هو الغضب اللي هيغضبه، الناس فاكر إن الغضبة عشان مسألة فتح روما وخلاص ومن الفاتيكان بقى هنا يتهاوى. لا 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 لا، ده جزء من الحقيقة.
ده جزء من الحقيقه، جزء من الغضبه، جزء من الغضب، لان هو كمان ما كانوا هيتضرب. طبعا الضرب ايه وانت معاك التكنيك ده والحراسات والمجال الكهرومغناطيسي واللي هو جاي لك من بعد 60 كيلو و100 كيلو انت شايفه، تخيل حضرتك هيتضرب، لان في علوم هتطلع من القران فوق الخيال البشري. واللي بيتكلم عن الفضاء بقى وغزو الفضاء والحاجات دي هتعرفه في عهد سيدنا الامام المهدي الحقائق. لا ما لسه مش وقتها يعني، هيعرفوا الحقيقه. طب ما انت ده انا بقى عايز اقول انت لا استنى شويه بقى، انت اللي مانع. طيب دكتور، في ناس بتتكلم عن سيرن وان ده احد اهم التكنولوجيا الخاصه بالدجال. وسيرن له اكتر من مركز يعني مكان في العالم كله. الترويج لسيرن ان هو ده اللي هيتم بيه صناعه انفجار كوني صناعي، يعني شيء مشابه لكده، او تهييج البراكين او الزلازل او او او. بالاضافه ان البعض بيقول ان سيرن هيتم استخدامه لفتح بوابات زمنيه او مشابه لان الشياطين تطلق. هو الشياطين حضرتك قاعده في الفضاء، يعني عشان برضو أكذوبة الغزو الفضائي المزيف. الأول خلوه غزو فضائي. لما كشفنا وردينا تمام على قلة الأدب والسفالة والسفاهة دي، هتولي راح مسمينها غزو مزيف. بعد كده الجن الفضائي، هو الجن قاعد في الفضاء حضرتك ولا بيسكنك في هذا الكوكب؟ لا هو والجن اللي بيطير ده ما بيطير زيه أي طيارة وبيروح وبيجي وبينتقل، يعني إيه اللي فيها دي؟ لكن قاعد في الفضاء؟ لا هو الجن الفضائي اللي المقصود بيه الأقمار الصناعية العسكرية والعلمية. لا يا فندم، لا في ناس بعتبر بيقول لي في اللي عمالين يروجوا إن في غزو، ما هو ده اللي هو برضه قال لك ده أوباما اتكلم عليها. أنا مش عايز أقول لك روسا إيه يعني، ده بوتين يعني هقول لك جزء من اللي قاله. قال له إن جوزك واحد فيهم ولا أنت مستني حد فيهم ولا في إيه يا أوباما؟ في إيه يا أوباما يعني؟ فضائيين إحنا دافنينه سوا يعني، فضائيين إيه وجن وغزو فضائي إيه؟ الروس بيضحكوا من الهبل ده. وبعد كده في وكالات أنباء والله العظيم، ما برضه في الغرب حاجات عايز يبيع أكتر، جريدة عايزة تبيع أكتر، موقع عايز يعمل، فيقول لك ده ميدفيديف صرح إن في غزو فضائي ووافق. تيجي تدور يا ميدفيديف أنت قلت كده، يقول لك والله العظيم ما حصل، أولاد الكذابين النصابين، يا إما أنا بقول بسخرية. ما أنا مرة حاجة زمان بعت لي واحدة تمام صحفية. طبعا الواحد حزين على حال الصحافة، بينما كاتب صحفي يعني عضو النقابة وعضو اتحاد الصحفيين العرب، لكن فارق عظيم بين الأجيال اللي شفناها والتلمذنا عليها والوضع الحالي، ولو يعني في محاولات للتصليح، بس طول ما انت عامل نظام الصوت الواحد يكفي تجيب جريده واحده، الباقي ملوش لازمه لان هي طابعه حضرتك، فالابداع بينعدم. فالمهم البنت دي مصره، انت عرفت الحاجات دي ازاي عن الدجال؟ فقلت لها ما انا صاحبته. ايه ده بجد؟ قلت لها وانا من النوع اللي بحب الدعابه انت عارف يعني. الوحيد اللي بيعرف يروقني سمير غانم بطوطه حبيبي، الله يوحشنا ربنا يديله الصحه. امين يا رب. فلقيت الموضوع يعني واحده يعني هي جايه مخها راكب كده تصورات وراكب، قلت صاحبني وتفسح اسكتي مش فسحني، ده انا رحت معاه وده مره خدني بطبق طاير حضرتك وقعدت اتفسح معاه ورحنا القناطر، تقول رحت القناطر بالطبق، قلت لها ما حدش شافكوا، قلت لها بقى ما كنا فوق بقى ليه؟ لا الدنيا ليه؟ احنا عبط برضو هنيجي وقعدت الف لها قصه، فوجئت ده اتنشر. لا والله والله وانا ما اعرفش. فمره الار تي دعياني في لقاء، وكان اللقاء ده في سمير غريب، سمير غريب صديقي وعنده الكتب بتاعتي، فوجئت ما اقراهاش، وكان في صحفي مش هقول اسمه عشان الله يرحمه يعني تمام يعني كان ناصري بس غلبان يعني ادعى انه قرا، طبعا احرجته على الهوى يعني بلاش النصب بقى على الامه تمام. فلقيت المقدمه البرنامج دي بتسالني يعني جايه متحفزه بقى، وانت قابلت الدجال؟ طبعا لو انا قابلته هقول انا قابلته يعني اخاف منك يعني عفوا ولا حاجه، ومستواك العلمي ولا حاجه، كل الاعمال اللي عندك اللي هو سكاكين الاسمنت اللي انت عاملاها دي مش اكتر يعني، انما الدماغ مليانه اسمنت زي ده. فقلت لها فين ده حضرتك؟ قلت لها على فكره لو هقول بس في اللي قبل يعني بس مش هتكلم معاكي حضرتك. فبتقول لي لا بس 12 حضرتك قلت. قلت لها طب فين دي؟ قالت لي في مجله. قلت لها معاك المجله دي؟ فانا هبقى اجيبها. قلت لها في مزيق يعني في واحده يعني عايز اقول لها واحده محترمه
وعلى الهوى تيجي تدعي شيء ومش معاها البينه. تمام. فلقيتها اتلفتت للبنت كانت موجوده، انا ما خدتش بالي بس بدات اشوف وهي بتعمل لها بدقنها يعني حوري لك يعني يا جازمه على الكذب اللي انت ورطت اللي مسحتها. قلت لها انت بتدعي ان انت قريت الكتاب بتاعي، اول 10 صفحات في ايه؟ يعني اعلام انتوا بتعملوا ايه؟ وبتعملوا ايه في الاجيال؟ وليه الكذب والتزوير والتزيين؟ لا المهم الفرقعه بقى. وفين الفرقعه؟ اتفرقعت فيهم هم. خبر حضرتك فيعني طب سير قادر ان هو يعمل براكين زلازل بتاع يا فندم الشياطين موجوده، هو الدجال ما هو بيخدموه من لا انا بتكلم على الزلازل براكين ممكن وانا ممكن مع تفجير نووي احرك. طب هو عامله ليه يا دكتور يعني؟ والله يعني انا ما استكشفتش القصه، لازم اكون امين، لكن هي في بالي يعني معايا مستندات، خصوصا ان هو في مركز لسيرم في الشرق الاوسط يعني او في الوطن العربي معنى ادق. حك انا عندي الملف، عندي الملف بس بدرسه بعنايه، حك لان في علامات استفهام، لان سيرن ده اقترن ببعض احتفاليات شيطانيه في سويسرا. تمام. و في علامات استفهام على حاجات عندي. اما ان هو نفسه اللي يفتح فتحات للشيطان، لا طبعا الشيطان ما هم موجودين على الارض. ده هم من الاول العداء قائم، مش مثلا هم مقفول عليهم وهيطلعوا. هتقول لي اصل القماقم اللي عملها سيدنا سليمان، ماشي، طب ما هو ربنا قالوا اقارين مقارنين في الاصفاد، هيطلع كم شيطان يا سيدنا سليمان؟ صفت كم شيطان يعني؟ مليون يعني؟ هيطلعوا هم دول اللي هيغيروا منظومه الكره الارضيه؟ انت اللي بتغير منظومه الكره الارضيه كبني ادم بفسادك، باتباعك وساوس الشيطان، الابهارات اللي هي زائفه. ولذلك سيدنا النبي لما اتكلم ان ده المسيح الدجال، ده المسيح الدجال. يبقى اذا شغل الشياطين اللي معاه دجل، كذب، تزييف، افتراء. فما فيش حاجة اسمها غزو فضائي حضرتك جن جاي، وما فيش السرن اللي هو يعني أنا شاكك، بس إنه هو طبعا البعض بيسميه المسرع المعجل، وأنه بيعجل يعني بين الشياطين تطلع، الشياطين موجودة، لا هو في هدف تاني للأمانة لسه ما استكشفتوش، بس في غيري شغال عليه، لأن أنا برضو مش كل شيء بشتغل عليه. تمام. في غيري وأحسن مني كمان، واعتقد ان هم هيوصلوا للحقيقه. طيب. ويوم ما تاتيني حقيقه مش هخبى على الناس يعني، لان هي شغلتنا هي كشف الزيف ده يعني. باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. كده ان شاء الله من الحلقه الجايه هنبتدي ناخد بقى الاطباق الطائره بالتفصيل من الالف الى الياء، امثله من الناس اللي تم خطفهم او تم استيقافهم او 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 واتاخدوا جوه الاطباق الطائره دي، واكتشفوا ان اللي ان الملاحين بتوعها بشر زيهم زينا. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.